في برضو بالنسبة لي الأخت الفاضلة إسراء اللي هي مطلقة 24 سنة، وبعدين بتقول حد تقدم لها وأهله مش موافقين. فسألتها هو شاب متزوج؟ قالت لأ، هو مش لم يسبق له الزواج، سايب البيت لأهله، بيضغط على أهله، وأنا بتقدم لي ناس تانية كتيرة دلوقتي ووالدي ما وافقش، فهل علي ذنب إنه هو سايب؟ لا، أنت لا ذنب عليك في ترك هذا الشاب للمنزل إلا لو كنت ساهمت في ذلك الأمر، وطالما ما ساهمتيش فلا ذنب عليك. والدك الكريم ربنا يبارك في عمره ويحفظه عنده حق في كل حاجة قالك عليها، والقرار بتاعه أنا موافقة عليه، لأن زي ما احنا بنقول في مصر الأصول أصول. لما أنا هيجي أتجوز واحد من غير أهله، يعني ده كلام ما ينفعش، لأنه في النهاية احنا بشر، منا ما يصيب ومنا من يخطئ. فبالتالي في أوقات بتحتاج جدا الأهالي إن يبقى له حد يرجعوا له يكلموه، إنما ما يبقاش يعني طايش كده مع نفسه. وبعدين أنا حتى فعل إن هو يسيب لهم البيت ويمشي ده فعل يعني لا أرضاه. اللي يخاف على إنه عايز يفوز بدعاء والديه ما يعملش كده، ويبقى عندهم الناس القديمة الكبيرة ليها خبرة في الحياة وليها نظرة. فأنا دلوقتي وأنت صغيرة السن، ويبدو أنه هو كمان صغير السن، مش معناه أن هم يحجروا عليه ويضيق، لكن انتهى الأمر إلى كده. والدك مش موافق، يبقى ملوش داعي اللي هو عامله ده، يا يقنعهم يا ما يتقدمش. ما يقنعهم ويجي، لأن ما فيش بيت معتدل هيقبل أن حد يجيله كده بطوله. وبرضو لا ذنب عليكي لو أنت تزوجتي الآن، تقدم لك حد ودرستيه ولقيتي فيه توافق ما بينكم وجايلكم بالأصول وجايلكم بالطريقة المنضبطة اللي يرضاها أي بيت بالأصول والأعراف الطيبة اللي احنا عارفينها في بيئتنا، وده ما فيهوش خيانة زي ما انت بتقولي أو ما شابه ذلك، أو ان انت شايلة ذنبه أو حاجة. ودايما بنقول الإنسان يستعين بالاستشارة اللي هو مشورته، وانت يعني محترمه راي والدك وانا اقدر فعلك، والاستخاره لانها دعاء استعانه، فنستعين بالله سبحانه وتعالى. لكن لا تغني دعاء، لو لا يغني دعاء الاستعانه وهو الاستخاره عن المشوره، كله مع بعضه اخذ بالاسباب، نسال عنهم ويسالوا علينا، ونسال عن الخاطب اللي جاي يخطبك ده وضعه ايه، وفي نفس الوقت انا بصلي وادعو الله تعالى صلاه الاستخاره دعاء استعانه، بسال الله المعونه واني اوفق الى الخيرات. وعلى قدر اخلاص الانسان الذي يدعو على قدر التوفيق اللي ياتي من المولى سبحانه وتعالى. ونسال الله سبحانه وتعالى انه يلهمك الصواب، وشوفي العرسان اللي جايين لك دول وادرسي، وبلاش حكايه ان احنا ندخل بمشاعر دون دراسه. الاثنين مطلوبين، القبول والدراسه الجيده، عشان ما نكررش ان احنا نقع في مشكله تانية يا صاحبه السؤال.